تابعين حلقتنا وبستقبل دكتور بول ديب اختصاصي طب وجراحة العين. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا. يا ميت هلا. نحن رح نحكي اليوم معك عن حساسية العين. صح. يلي هو بعتقد يعني مرض شائع. صح. موجود عند كثير من الناس. خلينا نبلش بأشكال وأنواع حساسية العين. أول شيء يعطيكم ألف عافية ومنعيد كل الأساتذة اليوم بعيد المعلم. بدنا نحكي عن مرض شائع موجود كتير عند ما في حدا ما صاير معه حساسية للعين. المرض الحساسية هو ما في حدا إلا من حساس عينه على شيء. بيتقسم لحساسية حادة وحساسية مزمنة. الحساسية الحادة أكتر شيء بتكون لما نتعرض مباشرة للجسم اللي نحنا بنحسس عليه، أو يعني البارتيكلز تبعوا اللي هني بيسببوا التحسس لعنا، اللي هني بيحركوا مادة اسمها هيستامين بقلب جسمنا وعيننا تحديدا. احيانا مثلا بس نطلع على جنينه، بس نقرب على حيوان معين، على شجره، زهره، نبته. وفي حساسيه مزمنه هي اكثر شيء بنشوفها عند الاولاد الاعمار ما دون ال 15 سنه. هيدي بتتكرر سنويه تقريبا معهم او بشكل فصلي. فاذا في عنا نوع حاد بس نتعرض مباشره للانواع اللي بتسبب بتحرك هالهستامين عنا، وفي نوع مزمن اللي هو بيتكرر تقريبا بشكل موسمي او بشكل سنوي. طيب هدي. إذا بدنا نحكي عن أبرز العوارض، يعني من وين لوين بتروح؟ صح. أبرز العوارض هي عوارض الحكة، أكثر شيء نحن بنشوفها فرك حكة العين، دمع، تورم بالملتصقة العين، ملتحمة العين، بيكون عندنا دمع بشكل كتير كتير قوي. بتفرق بين شخص وتاني حسب نحن يعني كمية المادة اللي عم تسبب الحساسية للشخص. نحن هلأ بس حبيت نحكي عن موضوع الحساسية بهالفترة. نحن قادمين على فصل الربيع اللي هو فصل نحن بنعرف فصل الناس تتعرض لهالحبيبات اللقاح تبعول النبات والشجر بتنتقل عبر الهواء بتلتصق على الملتصقة أو الملتحمة تبعية العين وبتسبب هالردة الفعل اللي هي بتحرك الهيستامين وبتسبب الحكة والدمع وغيره. مش هناك حبينا نحكي أكتر بهالفترة تحديدا على موضوع حساسية العين. العوارض أكتر شيء ممكن تترافق مع حساسية الجلد حوالي العين، رشح، يعني حساسية صدر مثل أسما، مثل ما عم نشوف نحن هون بتترافق مع احيانا تورم بالجلد واحمرار وحكه حوالي العين. هلا اهم شيء انا بدي اقول بهي الحاله ما نلجأ دغري للدواء، ما ناخذ نحن حبوب او قطرات مباشره. اهم شيء بهي الحاله انه نحن غسل العينين كثير منيح بالماء الفاتر وصابون اطفال او شامبو اطفال، وتبريد العين. يعني اهم شيء قصه تبريد العين او حط كمادات ماء بارده على شفون العين من برا كرمال تخفف هالعوارض وهالاحتقان الدمع الموجود بقلب العين. في حال نحن هيدا الشيء ما مشي الحال، يعني ما عطانا نتيجة سريعة، أكيد نحن بنلجأ لحق طبيب العيون. أنا بشدد على هاي القصة حتى لأنه أول شغلة المريض بيلجأ لأدوية ممكن تكون فيها كورتيزون أو أدوية تانية. وكتير أحيانا حابب أحكي على نقطة الحساسية العين إنها هي عوارضها تتشابه مع عوارض تانية، هي عوارض التهاب العين، بكتيريا، فيروس، بتعطينا نفس العوارض حكة وتورم العين ودمع، فبتترافق بتتشابه هي العوارض مع بعضها. نحن هون لازم ما كل يعني كل حالي حدا حكته عينه أو دمعت نروح نلجأ دغري لأطرات معينة أو نقول هيدي حساسية. مشان هيك الفترة الزمنية لما نحن نتعرض للحساسية إذا غسلنا وبردنا العين وبقت مرافقتنا هيدي العوارض لازم أكيد نشوف طبيب مختص للعين يوصف لنا أطرات أو أدوية بس يميز بين حساسية العين وبين أمراض تانية للعين. طيب. سؤال، بيقولوا أوقات ما بعرف إذا مزبوط علميا أنه بتكون الحساسية عالية بالصغر وبتخف عند بعض الناس بس يكبروا. صح. في كمان نوعين حساسيين نحن نميزهم، في الفيرنال كونجنكتيفايتس اللي هي بتجي أكتر شيء بحساسية الأعمار الصغيرة، الأعمار مثل ما قلنا بين 5 سنين أكتر شيء بتقوى لعمر 15 سنة، بسن البلوغ إجمالا بتخف هيدي العوارض. وفي هيدي أكتر شيء شائعة هي بنشوفها، بتكون أكتر شيء حساسية موسمية وحساسية بنسميها باللغة العربية نحن عنا هون رمد ربيعي. بقى هيدا الرمد الربيعي هو أكيد بطلنا نسميه رمد كتير ربيعي لأنه في يكون فصل الخريف على فرق يعني الغبرة أو تعرضنا لأشعة الشمس المباشرة لوقت طويل. كمان صرنا نحن بتجي عند بكل موسم بكل فترة عنده بتعطينا نحن حساسية على العين.
اكثر شيء بتجي عند نحن شائعه اكثر عند اولاد صغار، بس نحن بنشوفها كثير عند الاعمار الكبيره بين 30 وال 50 سنه، هي بتكون الاخطر ولازم ننتبه لها، لانه في شيء اسمه اتوبيك كيراتو كونجنكتيفايتس، بتجي هي نوع من حساسيه ما سببها لا فيروس ولا سببها بكتيريا، بتسبب لنا نحن كمان عوارض حساسيه، واذا ما تعالجت مزبوط ممكن تؤدي الى خساره الشفافيه القرنيه، ممكن تعمل ارتفاع بضغط العين وميزار او مشاكل تانية يعني. عشان هيك كمان في عنا تقريبا 25% من حالات الحساسيه بتيجي بين عمر 30 سنه و 50 سنه، كمان هي بتيجي اخطر شوي. خطورتها بالاعمار الصغيره هي فرك العين، يعني نحن اليوم كحساسية ما بتعمل مشكلة كتير للعين قد ما خطورة فرك العين. يعني إذا شخص بشكل وراثي هو عنده مشاكل قرنية مخروطية أو تقوس بالقرنية، الحكة المتكررة للعين لقرنية العين الطبقة الشفافة هي من برا قدام العين بتخلي أنه الشخص تصير عنده شيء نوع من تقوس، ومع الوقت ممكن نؤدي لزراعة قرنية لهالدرجة. ممكن كمان الحساسية المتكررة ممكن احنا نشوف عند بعض الاحيان على كثر الحكي والالتهابات المتكرره بيجي شرايين من ملتحمه العين اللي هي نحن الطبقه البيضاء بتجي فوق منها ملتحمه، بتقرب تعمل مايجريشن على قرنيه العين وبتسبب كمان تلف او بتسبب ضفر بالعين، نحن بنسمع فيه هذا كثير. مشان هيك نحن اول شغله نحن بالبيت بنعطي نصيحه لكل الناس، اول شغله والاهم انه نحن أول شغلي أن نغسل نظافة اليدين، لأنه أحياناً الحكي ولد صغير عم نحكي على الحساسية عند أولاد صغار كون إيده ما نظيفة عم بيلعب برا أو دائر شيء، فرك عينه بينقل التهابات من برا لعينه بيسبب ساعتها مكون بحساسية مش سببها أي شيء مش infectious يعني، مروح نحن على حساسية ومسير نعطيه أنتيبيوتيك للعين بكون سبب التهابات كمان للجفون وللعين وكمان للجلد حوالي العين. فإذا أول شغلي الهايجين، نظافة اليدين، نظافة الجلد الجفون، نظافة العين بحد ذاتها، هي أول شغلة كبالبيت هني بيلجأوا إلها. والشغلة الثانية هي مثل ما قلنا مية الباردة، منرشق عينا أكيد مي باردة نظيفة تكون مي محطوطة إذا شيء من البراد منحطها وهيك منزم عينينا ومنترش شوي صغيرة لتبريد جفون العين وحوالى العين، أو نعمل كمادات مي باردة موجود بالصيدليات. الموارد في ناس تستعمل الموارد، هيدي النقطة اللي كتير أنا كمان كنت حابب أحكي عليها. هلأ إذا بيكون أكيوت أتاك أو الحالة كتير حادة، مسح الجفون من برا مرة أو مرتين هيدي أوكي بتقطع، بس في بعض الناس بيلجأوا للمية الورد بيعبوها بأطرات أنينة، أطرة للعين يعني بيفضوها بيعبوها مي ورد بصيروا يقطروا منها. هلأ هي بتريحهم بس على المدى البعيد بتسبب جفاف للعين وبتسبب التهابات، لأنه المي بمية الورد ما أنا كتير معقمة، وتاني شيء فيها مواد بتعمل بلوك يعني ببطل القرنية تحس، يعني هذه ردة الفعل عم نحكي عنها الطبيعية، إذا في جسم غريب بالعين مع الوقت بتخف وبتضاءل وممكن الشخص يفقد حاسة، يعني بتأدي لمشاكل كبيرة بقرنية العين مية الورد. مش هيك نحن نقول كاستعمال وحيد مرة بالجمعة مرة، بس الاستعمال المتكرر بشكل يوم وناس بتعبيه بقطرة أنينة القطرة وبتستعمله بشكل متكرر، هون ساعتها بتسبب مشاكل بقرنية العين. فقط مي الباردة النظيفة تبريد العين تبريد الجفون، إذا هالشي ما مشي الحال أكيد بنلجأ لطبيب عيون وهو ساعتها نحن بنميز تشخيص المرض، هل هي حساسية فقط أو هل هو يمكن تتشابه حالة الفيروس الهيربس بيعطيني عوارض كمان حكي دمع ما في إفرازات كتير، البكتيريا بتعطي أحيانا نحن نشوف إفرازات مخاطية كمان بدنا نميز بالجفون العين نوع من الالتهابات وردة الفعل بالجفن، بدنا نميز بين البكتيريا الكونجنكتيفايتس السبب بكتيريا وهي إذا بدك التهابات يعني معقمة مش سببها فيروس أو بكتيريا، طبيب العين هو اللي بيكشف بيقدر يميز بين هؤلاء الاثنين. طيب إذا بدنا نحكي عن أساليب للوقاية، هل فينا نحكي عن فعلا أساليب فعالة؟ صح، أهم شيء بهيدا الموضوع أنه نحن مثل ما بلشنا بداية نعرف على شو نحن بنعمل ردة فعل، على شو منحسس. في ناس على الميك أب مثلا، في ناس على الكونتاكت لينسز نوع معين العدسات اللاصقه، في ناس على ماده السوليوشن تبعت العدسه، عم نحكي اذا شيء ان دايركت كونتاكت، في فحوصات لهالحساسيه، وفي فحوصات اذا تنعرف على اي نبات او اي عشبه او اي حيوان او وبر سينات انا بحسس عليه مثلا او اي شيء ممكن يسبب الحساسيه، زهر معين نبات اي شيء، في فحوصات بالمختبر نحن بنطلبها او بالتعاون مع طبيب جلد بيقدر يطلب لنا اياه ونقدر نفصل، يعني بيعملوا تقريبا بحدود 300 400 نقطه على الجلد وبيقدروا يعرفوا نميز نحن اخر شيء
والوقاية هي نحن نبعد نصير نعرف نتعرف على المسبب تبع الحساسية. إذا كان شو المسبب تصير تتحشي تصير ما تقرب عليه، هيدا أول شغلة وقاية. فيكون على مواد تنظيف، أحيانا الناس بتتحسس، في ناس على دواء الغسيل الشراشف بنحط قرب على عين. نحن هون مش بس عم نحكي إنه على حساسية العين، عم نحكي على الحساسية بالإجمالية اللي كمان إلها تأثير على العين، لأنه العيون بتصير تدمع، أوقات العيون صحيح. بتنتفخ، بتعمل غباش بالنظر، أكيد بتأدي أحيانا إلى هيك مثل بلوري فيجن، يعني بنشوف شغلي مش كتير بسبب زيادة الإفرازات اللي عم نحكي نحن الهيستامين اللي بتفرزها نحن الجسم، ردة فعل المناعة، هذا ردة فعل طبيعية نحن لازم نعتبر إنه الحساسية هي بتعمل ردة فعل عليها، وبتفرز ساعتها مادة مخاطية أو لزجي أكتر على فوق سطح قرنية العين الشفافة اللي نحن بنشوف من خلالها. مش هناك في ناس ما بتقدر تطلع بالضوء، يعني في كتير حالات نحن بنجي بيجوا بيشكوا من ضعف نظر، بيقول أنا مثلا في فترات ما بخبش ما بشوف فيها مزبوط، ما بيكون سببها ضعف نظر أو ما بيكون، بيكون شغلة حساسية بس، لأنه ردة الفعل بتكون عند العين إن هي هالإفرازات الزيتية الطبيعية الموجودة بقلب العين بتصير لزجي أكتر وبتعمل مادة مخاطية بتصير من وقت للتاني بتعمل لها غباش. هلأ بالحالات الحادة اللي منلجأ للطبيب كنحنا أطباء شو منعالج بهيدي الحالة؟ منعالج أول شيء بأطلات الأنتي هيستامين، يعني المضادة للهيستامين، تنروق شوي صغير العين، نروق ردة الفعل. إذا كانت كتير قوية كمان بحب أقول هيدي نقطة كتير مهمة معلومة، في ناس كتير بتخاف من أدوية الكورتيزون أو أطرات الكورتيزون. أنا بقول إذا كانت تحت إشراف طبيب وعم تنوصف بالطريقة المشرف عليها الطبيب أو طبيب العيون، إذا عم نحكي نحن بخصوص العين تحديدا، ما حدا يخاف من أطرة كورتيزون، تنعطى على فترة معينة وبتتراقب، بيتراقب ضغط العين، بتتراقب قرنية العين ما تكون عم تتفاعل معه بطريقة مش مزبوطة. يعني طبيب العين هو اللي بيوصف المؤهل أنه يوصف أطرات داخل كورتيزون أو مضادة للالتهابات، مرافقة أكيد بأطرات المضادة للهيستامين أو ماسل ستابيلايزر كرمال تخفف هالحكة وهالإريتيشن. في نصيحة بحب أعطيها يلا. بما أنه عم نحكي حكة العين هي كتير مأزية للعين، بحب أعطي نصيحة بهالقصة. هلأ الصغار ما بعرف قديش بنعمل كنترول عليهم، بس الشعور بالحكة بدون ما نضغط على سطح العين، نضغط على زاوية العين على الأنف هون، بنضغط خلال تقريبا شي 5 ثواني بنلاقي انه 80% وقفت الحكي عند الشخص. يعني في ناس بتاخذها عادي، يعني اليوم صح من الحساسية بس صار لقى انه شعور هيك بينبسط فيه، صار يعني بيريحه نفسيا فركة العين، بيخدها نحن بنقولها بيخدها كسرة فركة العين، فحتى ما عاد يخدها هيدا شيء عادي وعادي سيئة نحن بنعتبرها فركة العين، بنقول لهم بس بيضغط لمدة 5 ل10 ثواني على زاوية العين، وبهذا الشيء اكيد هي نصيحه انا بحب اقولها بيمشي الحال. دكتور بول ديب اختصاصي طب وجراحه العين، شكرا لحضورك معنا، اهلا وسهلا كثير لكم. شكرا لك. لديكم تابعونا برنامجنا مكفى للوحده، خليكم معنا.